يا مساء الفل والجمال، واهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سوبر ليج اللي بياتيكم كل اثنين وجمعه الساعه 9 مساء على اون تايم سبورتس. وكل الناس بتقول يا رب ان شاء الله ساعه من دلوقتي بالظبط ان شاء الله يخوض منتخبنا الاولمبي مباراته الهامه جدا جدا، مباراه تفصلنا ان شاء الله ان شاء الله للتاريخ ضد منتخب فرنسا الاولمبي، مباراه بتتلعب ضد البلد المنظم، ضد منتخب في منتهى القوه مع مدير فني تاريخي كلاعب بالتاكيد تييري أونري، مباراه في منتهى الصعوبه لمنتخب مصر، لكن مباراه فاصله في مسيره الجيل ده باذن الله، مباراه فاصله في تاريخ الكره المصريه. ثالث مره نوصل او يمكن بعد 60 سنه من اخر مره قدرنا نوصل فيها سيمي فاينل اولمبياد، بيوصل الجيل ده بقياده روجيرو ميكالي، وليه لا؟ ميكالي الراجل اللي حقق الذهبيه قبل كده مع منتخب البرازيل وهي الذهبي الوحيده في تاريخ البرازيل، ليه لا ما يجيبناش الميداليه الاولى يا رب ان شاء الله في تاريخ الكره المصريه. بالتاكيد مواجهه هتكون صعبه، ولكن دلوقتي تعالوا سريعا نعيش الاجواء، تعالوا نشوف عندنا ايه عن منتخب مصر، هيبدا ازاي تشكيل منتخب مصر، لان احنا دلوقتي عايزين نتكلم فنيا اكتر ونشوف منتخب مصر وتشكيل منتخب مصر ان شاء الله اللي هيخوض بيه اللقاء. وبالتوفيق لكل الرجاله، البدايه من عند حمزه علاء حارس مرمى منتخب مصر، الباك ليفت كريم الدبيس، باك رايت محمد شحاته، ودي نقطه في منتهى الاهميه نظرا لغياب احمد عيد للاصابه زي ما انتم عارفين، اثنين قلب دفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد، نص الملعب محمد النني في اللعيب رقم مركز 6، على شماله أحمد نبيل كوكا وعلى يمينه محمود صابر، والثلاثي الهجومي إبراهيم عادل أحمد مصطفى زيزو، في الهجوم أسامة فيصل. التشكيلة الاعتيادية لمنتخب مصر ما دخلش فيها غير تعديل وحيد، محمد شحاتة اللي الزمالك استغله كتير وتألق في مركز الباك رايت في الدوري مؤخرا بيستعين به ميكالي وهو موجود باك رايت. ناس كتير فكرت في فكره ان محمد طارق لاعب المصري البورسعيدي يمكن الاستفاده منه في مركز الباك رايت وشحاته يفضل في نص الملعب، لكن ميكالي اختار ان شحاته يقفل ان شاء الله الجبهه اليمين دي جنب زمايله، لعبها كتير، رجليه في الملعب، عارف كويس قوي ازاي يعمل التغطيه عكسيه، اعرف ازاي كويس اساعد في البيلد اب والطلوع بالكوره قدام منتخب شرس جدا في الضغط، قدام منتخب بيضغط من قدام طول الوقت، ومش اي حد اللي بيضغط من قدام الحقيقه بيضغطه بثلاثي قوي جدا. تشكيله فرنسا حصل فيها تعديلين وتعديلين مهمين بالنسبه لنا، التعديلين في نص الملعب، وده تشكيل منتخب فرنسا اللي هيخوضوا بيه لقائهم قدامنا بالظبط على الشاشه زي ما حضراتكم شايفين. حراسه المرمى جيومري ريست وباك رايت كيليان سيلديليا، وده راجل لعيب كويس جدا وبيفتح جبهة طول الوقت، فانا بقول ان كريم الدبيس لازم يكون ميكالي محفظه ولازم ابراهيم عادل يرتد دفاعيا معاه، الاثنين قلب الدفاع لوكيبا ولوك بادي، وعلى اليمين وعلى الشمال انا اسف ادريان تروفي، نص الملعب عندهم اندي ديوف وده بيلعب لاول مره مكان انزو ميلو، اللعيب ده غايب، جوري شوتار ده اللعيب رقم 8 ناحيه الشمال، ماجني اكليوش وده لعيب بديل نزل مكان ميلو رقم 12 اللي بيغيب النهارده اللي اتطرد في المباراه الاخيره قدام الارجنتين، والحقيقه هو واحد من اللعيبه المهمه وكويس انه غايب عن مباراه النهارده. ثم الثلاثي الهجومي تحت الفيرويد او بلاي ميكر بيلعب اوليسي او ميشيل اوليس اللي احنا عارفينه كويس قوي، كان بيلعب في كريستال بالاس في البريمير ليج وانتقل لبايرن ميونخ، وخط هجوم ناري الكسندر لاجازيت اللعيب الاكبر سنا لعيب ليون الفرنسي وارسنال السابق، ومعاه الدبابه جون فيليب ماتيتا لعيب كريستال بالاس اللي شفناه كتير في البريمير ليج السنه دي. ويمكن ماتيتا ده تحديدا مهاجم كلاسيكي، مهاجم صندوق، مهاجم من بتوع زمان، حتى تييري أونري وهو يعني تييري أونري اهم من يتكلم عن المهاجمين في مستوى العالم قال وانا بضم ماتيتا ضميته هو مهاجم مش زي بتوع دلوقتي، مهاجم ما ينفعش يعمل اللي بيعمله جابرييل جيسوس، ما ينفعش ينزل لتحت يستلم ويعمل لينك اب للعب، مهاجم محطه، مهاجم قوي بيتحرك جوه البوكس كويس جدا، هو سريع وقوي البنيه الجسمانيه. عشان كده حسام عبد المجيد، عمر فايد، نص الملعب النني، الراجل ده ما يتسبلوش مساحات، الراجل ده يا جماعه دبابه بياخد في اي مساحه، وعلى فكره كل الكور الطوليه هو مش محطه بقى، هو بيطلع من فوق يستلم الكوره ويقف ويستنى زمايله اللي يجوا من تحت، فاتمنى اتمنى اتمنى، عارف هي مهمه في منتهى الصعوبه بالمناسبه، لان منتخب فرنسا منتخب قوي، الثلاثي الهجومي دول في منتهى القوه، منتخب فرنسا ما استقبلش ولا جون في البطوله. ولا جون، منتخب مصر استقبل هدفين فقط، فالمباراه دي بين اقوى فرقتين دفاعيه، فريق ما دخلش ولا هدف قدام فريق استقبل هدفين بس، فلازم نخلي بالنا جدا 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 من ماتيتا، ودي نقطه مهمه. اللي عايز اقوله ان قبل يعني وقت قليل جدا من بدايه اللقاء ان شاء الله، ايا كانت النتيجه ايا كانت النتيجه احنا ما زال عندنا فرصه للعب على ميداليا. انا عايز اقول ان اللعيبه دي كفت ووفت، اللعيبه دي عملت اللي عليها، اللعيبه دي وهي رايحه تلعب الاولمبياد ما كانش حد يتوقع ولا ميكالي ولا جهازه الفني ولا اللعيبه ان احنا نظهر بالشكل ده. ما كناش كويسين في ماتش باراجواي،
لكن الجزء القوي، الجرينتا، الروح، القلب، تخطت حاجات كتير قوي خلت منتخب مصر يشهر بشكل كويس. عشان كده اهم ماتشاتنا في البطوله دي بالتاكيد كان مباراه منتخب اسبانيا. مباراه منتخب اسبانيا اللي لعبنا فيها جيم تكتيكي قوي جدا 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 من ميكالي. عشان كده اتمنى ان ميكالي يستدعي روح منتخب اسبانيا، يستدعي الاداء والروح والتكتيك اللي لعبنا بيه قدام منتخب اسبانيا. تعالوا نروح شويه تكتيكيا ونشوف منتخب فرنسا ده بيضغط من قدام ازاي، عشان نعيش الاجواء قبل دقائق من الماتش، ازاي منتخب فرنسا بيطلع يضغط من قدام، وازاي منتخب مصر اوتوماتيك يبدا يخرج بالكوره من منتخب فرنسا ويستغل هذا الضغط الشرس. منتخب فرنسا قدام الارجنتين بيضغط بالشكل ده، فرنسا طبعا باللون الازرق، الرباعي الدفاعي موجود 2 في النص 4 2 3 1 في الحاله الدفاعيه، الضغط الاجريسيف ده بيبدا اهو من قدام، لازم الديفندر ممسوك، لاكازيت نازل عند الديفندر طول الوقت، ولو مش هو هيكون اوليسي رقم 7، فالراجل المهاجم هنا الشكل اقرب لمان تو مان، كل واحد معاه واحد عشان يخنق منتخب الارجنتين في الخروج بالكوره. هتبدا الارجنتين تدور الكوره، ترجع لحارس المرمى، بص المنظر، كل لعيب من الارجنتين على لعيب من فرنسا، واحنا اوريدي عندنا مشكله في الخروج بالكوره، واحنا اوريدي اي حد بيضغط علينا بيعطلنا، عشان كده الكوره بتروح ناحيه الشمال بتتخطف. منتخب فرنسا قوي جدا في استخلاص الكوره. بص قدام الارجنتين كام لعيب ازرق رايح يضغط في الحته دي، 1 2 3 4 5 6 7، الراجل ده رايح يستلم في وسط ثلاثه، هيستلم هيحاول يقف على كورته، هيحاول يلف ويعدي من وسط ثلاثة، ده الثلاثة اللي بيهاجموا قدام اللي قلت لكم عليهم اللي هم أوليسي وماتيتا ومعاهم لاكازيت. الكرة بتتخطف وبتبقى هجمة لمنتخب فرنسا. خلينا نشوف بقى منتخب مصر كان بيخرج ازاي بالكرة، والحقيقة ده اللي أنا أتمنى اللي ميكالي يعمله. ميكالي يعمل إيه؟ استدرجهم، هاتهم عندك والعب في ظهرهم، استدرجهم العب، هاتهم في يعني خلي منتخب فرنسا اللي هيضغط عليك من قدام والعب الكوره في ظهر الباك رايت والباك ليفت. هم بيضغطوا بستة سبعة، اولا حط ابراهيم عادل في موقف واحد على واحد طول الوقت، حط زيزو في موقف واحد على واحد طول الوقت. انا عارف كويس جدا ان ده قاسي جدا بدنيا، ده متعب جدا لفرقه تلعب كل 3 ايام ماتش مع موسم طويل جدا لمعظم اللعيبه اللي بتلعب في انديتها، ولعيبه كانت بعيده جدا عن المشاركه وفجاه بقى عندها مجهود بدني قوي، فبالتالي ده جزء مهم، لان انا لو فقدت الكوره في الاماكن دي زي الارجنتين هتاثر علينا جدا وهتشكل خطوره علينا. لكن احنا عندنا مستين، عندنا كوكا كريم الدبيس، اتنين بيلعبوا برجليهم الشمال كويس جدا يقدروا يحطوا لك كور طوليه لابراهيم عادل، عندك عمر فايد زي ما عملها في ماتش اسبانيا يقدر يحط الكوره لزيزو، وزي ما عملها في ماتش باراجواي تتحط برضه لاسامه فيصل. تعال نشوف الصور عشان نشوف ان خدعه ميكالي اللي عملها في اسبانيا لازم تستمر قدام الارجنتين. لما الكوره تيجي هنا لكريم الدبيس اوتوماتيك اول ما بتروح للباك ليفت هتلاقي ابراهيم عادل في الصوره اللي وراه نازل تحت عشان يستلم، ابراهيم عادل هو اللي هينزل يستلم. الطبيعي منتخب مصر الكوره بتروح للباك، الباك يسلم الجناح، الجناح يسلم رقم 8. تعال بص وهم ضاغطين علينا من قدام منتخب اسبانيا، هنا الدايره دي فيها كام لعيب مصري؟ الثلاثه اللي بنهاجم بيهم اسامه فيصل وزيزو وابراهيم عادل، 4 على 3. شطاره زيزو في كره الجون اللي دخلناه في اسبانيا ان زيزو ادى الراجل بس سند جسمه ولف الكوره وراحت، ده اللي انا عايز. بصوا حضراتكم بقى الجاب والفجوه اللي اتخلقت كده، اللي مثلا المساحه اللي فيها حكم اللقاء دي ما بين منتخب اسبانيا من قدام ومنتخب اسبانيا من ورا، ده اللي هيحصل على فكره في ماتش فرنسا. هم هيحاولوا يعزلوا خط هجومنا، انا مش عايز اطلع بالكوره من تحت واعمل باصات كتيره، لكن لو لعبت الكوره في ظهرهم اخلي زيزو يتحرك، يلا بينا بقى نجري الصور، اسامه فيصل يتحرك لجوه يودي له المساحه عشان ابراهيم عادل يجي يكمل. تعال نروح نشوف الصوره اللي وراها. هنا وانت بتسند الكوره، بص هنا الكوره هتتسند محمود صابر، وبص على طول الحركه يروح يستلم هو في المساحه. لازم لعيبه منتخب مصر تبقى عارفه ان دايما اللي هيطلعني بالكوره اللعب المباشر، اللعب في ظهر الديفنس، هو ده اللي هيخليني اروح اخد الكوره واروح اشكل خطوره على مرمى منتخب. بص محمود صابر لما نزل، ومحمود صابر موجود في الملعب النهارده، بياخد كوره من كوكا في ظهر الديفنس، كام لعيب بيضغط؟ انت دلوقتي في الموقف ده شايف كام لعيب في نص ملعب اسبانيا؟ 1 2 3 4 4 ضد 4، ده الشكل اللي يخليك تطلع من المأساة بتاعت الضغط العالي اللي بيعملها منتخب فرنسا طول الوقت، لان منتخب قوي جدا جدا جدا، وعندهم 2 في النص النهارده بيلعبوا، مش هم الاساسيين، لكن الورك ريت بتاعهم قوي، الورك ريت بتاعهم قوي، وده الرهان اكيد بتاع تييري هنري قدام فريق بدنيا تعبان زي منتخب مصر، عمال كل 3 ماتشات يلعب مباراه، فده الخوف على منتخب مصر. اتمنى يا رب ان ميكالي بالتاكيد يكون درس كويس جدا، اتمنى يا رب التوفيق لميكالي والجهاز الفني واللعيبه، ان احنا نبقى موفقين كمان في البدايه عشان ما ندخلش فرنسا في الجيم بدري بدري. هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا النهارده من سوبر ليج.
اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين حلقتنا النهارده من سوبر ليج، ولسه بنتكلم عن استعدادات منتخب مصر اللي على بعد دقائق ان شاء الله من مواجهه تاريخيه ضد منتخب فرنسا الاولمبي في سيمي فاينل اولمبياد باريس 2024. وما تستغربش لما تيجي تيري اونري نجم نجوم فرنسا المدير الفني الحالي للمنتخب وهو بيتكلم عن منتخب مصر النهارده وبيقول لك برازيل افريقيا. منتخب مصر الجيل ده ظهر بشكل عظيم قدام الكل، عشان كده قلت لكم في الانترو اتمنى ايا كانت النتيجه محدش شخصه على الفرقه دي، محدش اللعيبه دي بتعمل اللي عليها، اللعيبه دي وصلت لاعلى من التارجت اللي كان مطلوب منها، وان شاء الله باذن الله عندنا فرصه النهارده ولسه عندنا فرصه تانية لميداليه تاريخيه باذن الله. خلينا نقول ان للاسف من دقائق منتخب اسبانيا الاولمبي كان بيلعب مواجهه السيمي فاينل الثانيه ضد منتخب المغرب، وللاسف منتخب المغرب خسر من منتخب اسبانيا 2-1، وكده هيلعب على الميداليه البرونزيه على الثالث والرابع. بعد تفوق منتخب المغرب واحرازه هدف الاول عن طريق نجم البطوله والهداف سفيان رحيمي، رابع اهدافه من ضربه جزاء، المره دي سفيان بدل ما يحطها على اليمين حطها في القلب، قدر منتخب اسبانيا لان كانوا اقوى بدنيا. منتخب المغرب رجع قوي والفريق بدأ بدنيا تحسه مش قادر، مساحات وسعت في التحولات، قدر الأول منتخب أسبانيا يسجل هدف التعادل عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 66، وبعديها أخوان لو سانشيز في الدقيقة 85 سجل الهدف الثاني عشان تفوز أسبانيا وتتفوق وتصعد للمباراة النهائية. وهنا منتخب أسبانيا هيقول شكرا للماتش اللي عملته فيه الروتيشن قدام منتخب مصر، الوقت اللي ريح فيه لعبته وما لعبش بكل القوام الأساسي قدام منتخب مصر فرق معاه في ماتش النهاردة. على فكرة منتخب المغرب عظيم وهنتكلم عليه لسه شوية لأن المغرب فيه كلام كتير والمستقبل زي ما قلنا قبل كده مشرق للكرة المغربية، فبنقول لهم هارد لك هارد لك لمنتخب المغرب، وأتمنى إن هو يلعب على البرونزية، وأتمنى إن شاء الله إن ربنا يوفقنا كمان دقيقة قدام فرنسا ونبتعد إحنا والمغرب، يبقى هم عندهم أمل على البرونزية وإحنا نلعب يا رب على الذهب أو الفضة بإذن الله. تعالوا نرجع تاني لمنتخب مصر عشان اوري حضراتكم فرقه فرنسا دي بتهاجم ازاي، ازاي بيستغلوا هذا الدبابه ماتيتا هجوميه. منتخب فرنسا وهو بيحضر الكوره وهو بيلعب على فكره برباعي بيقف دايما بالشكل بتاع 3 في خط الديفنس ده، 3 1 او 3 2 وخماسي، باك رايت باك ليفت واثنين لعيبه في العمق او واحد تحت الاثنين. بص المثلث اللي في العمق ده عامل ازاي، تعالى عشان كده بقول لحضرتك لما نكمل الصور الدور الاكبر. المباراه دي تكتيكيا هي مباراه ميكالي، هي مباراة ميكالي، الكرة بتتلعب هنا في النص عشان يطلع الراجل الباك رايت يجري على طول، فخلي بالنا هنا من عند ابراهيم عادل لان دي جبهة قوية جدا بالنسبة لهم. تعال نكمل، هم اقوياء جدا في الجبهة الهجومية. ده شكل منتخب مصر واحنا بنلعب قدام اسبانيا، لما كان ابراهيم عادل مكسل ومرجعش في الحتة دي اتحط كريم الدبيس هنا في موقف واحد على واحد، فالراجل عدى منه ومن كوكا، ولكن شكرا للنني اللي راح غطى في الحتة دي وعمل تاكلينج في الصورة اللي وراها جاب الكورة لمنتخب مصر. ولكن كم مرة هيقدر النني يغطي في المساحات اللي بيتقال عليها البوكتس أو المساحة اللي ما بين الباك والمساك؟ المساحة دي اللي ظهرت في ماتش أسبانيا في الشوط الثاني، تعال نبص، ده أحمد عيد وده زيزو، والراجل اللي بيتحرك ما بين أحمد عيد وما بين عمر فايد عنده مساحة كبيرة قوي. دي النهاردة ما ينفعش تتساب، دي النهاردة ما ينفعش إن شاء الله، عشان كده بقول لكم ميكالي أولا ثم خط نص منتخب مصر، شحاته محمود صابر النني. تعال نكمل عشان اوريكم ليه كنا تكتيكيا اقوياء جدا. بص الحته النص دي فيها محمد النني 4-1-4-1، محمد النني عامل عمق زي ما بيقولوا كده في حضن عمر فايد وفي حضن حسام عبد المجيد. تعال ناخد اللي وراها على طول، طول ما انت محمد النني اللي كان في العمق هنا رجع ارتد هو اللي تحتيه الكره السوداء دي، منتخب مصر هنا تحول الى 5 في خط الدفاع بوجود محمد النني في القلب كانه مدافع خامس. فلما جه كريم الدبيس وجه حسام عبد المجيد يقفل المساحه اللي قلنا عليها، النني هو اللي اخذ العمق في ظهره عمر فايد في ظهره احمد عيد. ده الشكل اللي اتمنى منتخب مصر نشوفه عليه النهارده. وزي ما وريتكم في ماتش اسبانيا، تعال بص النهارده فرنسا بتعمل ايه كانت في الارجنتين، نفس المساحه نفس الشكل بيتحرك عليها الراجل اوليسي لعيب كريستال بالاس السابق وبايرن ميونخ الحالي هنا في المساحه دي. فلازم طول الوقت كوكا يقفل في المساحه دي، وكوكا عمل ده في كاس العالم للانديه مع الاهلي قدام اتحاد جده تحديدا. شكل منتخب مصر اي حد هيتحرك بين الخطوط النني هياخده. طول ما احنا بنلعب الجيم ده وده الجيم الافضل لينا تكتيكيا، ده الجيم اللي ما كانش فيه مساحات واسعه لمنتخب مصر، فبالتالي لازم طول الوقت نكون مقفلين. تعال نكمل صور عشان يبان لنا تاني مره تانيه منتخب مصر هو بيدافع النني في العمق. ده الشكل اللي اتمنى اشوفه في منتخب مصر. تعال نجري بقيه الصور عشان نوري حضراتكم مشكله كبيره جدا وهي السرعات. ده ماتيتا لعيب
كريستال بالاس اللي في الدايره جنب لعيبه الارجنتين، هجمه مرتده، الكره هتتحط على اليمين، وبص الراجل ده مساحاته وسرعته ما تخشش معاه سباق سرعه ابدا. اتمنى 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 ان احنا نخلي بالنا جدا لما الكره تكون معانا واحنا بنهاجم، عشان المساحات اللي بتتخلق بتعمل خطوره كبيره جدا على مرمى اي خصم بيلعب ضد منتخب فرنسا. اللي قطع الكره دي في الضغط العالي هنا اوليسي، باس 2-3 هتتلعب برضو المتيتة في ظهر الديفنس، هتتسند وبص اوليسي هو اللي قطع الكوره، هو اللي اتحرك في المساحه، وهنا المساحه دي ده شكل ما اتمناش نشوفه ان شاء الله المنتخب مصر. عشان كده الباس بتاعنا في نص الملعب لازم تكون تمريرتنا متقنه، والتمريره تكون عزيزه جدا جدا. ده شكل جون ماتش باراجواي في هجمه من الهجمات، كره بتتلعب علينا واحنا هاجمين، ادي واحده هيطلع الراجل يسندها للي جاي من وراه، وبص بقى فرق السرعه، الراجل ده اتحط في موقف واحد على واحد، لكن حسام عبد المجيد الحقيقه قفل عليه وخده لبره. ما اتمناش اشوف حسام عبد المجيد النهارده او عمر فايت في موقف زي ده، ولا مع اوليسي ولا مع ماتيتا ولا بالتاكيد مع الكسندر لاجازيت، والاخر راجل اخدها. اخر حاجه حته مهمه جدا، منتخب مصر في كل المباريات السابقه كان عنده ازمه ومشكله في التعامل مع الكور الثابته، دايما بتتلعب على الايم البعيد، ودايما الايم البعيد عندنا فيه مشكله. فرنسا بتعمل ايه؟ فرنسا بتاخد الكيرف ده وتسيب المساحه الفاضيه دي عشان تروح تقطع على القريبه. وهنا لجماهير الكره المصريه محمد عبد المنعم، يعني كوره محمد عبد المنعم التريد مارك مع الاهلي، الراجل ده هيتحرك هيتحرك هيتحرك، وده ماتيتا بالمناسبه، ودي كوره الجون اللي سجله منها، هتتلعب له على القريبه، ماتيتا هيطلع تك يحطها. تاني يتعمل سكريم اللعيب رقم 2 عشان ماتيتا رقم 14 يقطع يروح على القريبه، تتلعب له برده على القريبه والراجل يروح. اذا منتخب مصر في وقفته الدفاعيه لازم يبقى عارف ان على نقطه التقاء منطقه السته يارده دي لازم يكون اسامه فيصل واقف ياخد الكوره من هنا، عشان ماتيتا ده هتتلعب له على طول الكوره قريبه عشان يقطع. وزي ما قلت لحضراتكم بلغتنا احنا في الكره المصريه، اللي بيعمله محمد عبد المنعم مع الاهلي ماتيتا بيعمله مع منتخب فرنسا، فنخلي بالنا جدا جدا جدا. ودور كبير على حمزه علاء انه يطلع ياخد الكره لو في المتناول، دور كبير على حمزه علاء انه يوقف لعيبته صح، ان المان تو مان او رقابه الزون ديفنس حسب ما ميكالي هيختار، ده الشق الاهم بالنسبه لنا لمنتخب مصر عشان يخلي باله في الكره الثابته. اخيرا عشان نقفل يعني ملف منتخب مصر، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله منتخب مصر مش عنده فرصه واحده، عنده فرصتين ان شاء الله، نقدر نعمل جيم تكتيكي كويس قدام منتخب فرنسا. زيزو في التشكيل، الراجل بيقولوا عليه ان هو سليم، ما اعتقدش ان ممكن لو الجيم امتد لوقت طويل ان زيزو ياخد للاخر لو بدنيا مش قادر، ولكن بدايه زيزو، ابراهيم عادل، النني، التلاتة دول بالخبرات الكبيرة مع باقي المجموعة، أعتقد إن شاء الله بإذن الله يقدروا يمتصوا حماس لعيبة فرنسا في أرضهم ووسط جماهيرهم، وبالتوفيق كل التوفيق يا رب لمنتخب مصر. نطلع من ملف منتخب مصر لملف لا يقل أهمية الحقيقة، بقالنا يومين بنتكلم فيه فيما يتعلق بمحمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، المدافع الأفضل داخل قارة إفريقيا حاليا. عبد المنعم اللي ارتبط اسمه ببولونيا، ارتبط اسمه بموناكو، بجالتا سراي، مؤخرا نيس الفرنسي، بقى هو الفريق اللي محط اهتمام على كبير جدا بمحمد عبد المنعم، ومفاوضات مع الاهلي وعروض رسميه وهكذا، الى ان خلاص الامر اشبه بشكل كبير ان محمد عبد المنعم يقترب من الاحتراف في فرنسا. هل الموضوع وقف عند كده؟ تعالى ناخد الموضوع ده من شقين، ناخد شق خبري ونجيب لحضراتكم من مصادرنا والمصادر المقربه من اللاعب ومن النادي الفرنسي حصريا لسوبر ليج، ايه اللي بيحصل في صفقه عبد المنعم دلوقتي. الراجل مصدر مقرب من محمد عبد المنعم بيقول حتى الآن مفيش في صعوبة كبيرة جدا للنادي الفرنسي في إقناع الأهلي بالعرض المالي لمحمد عبد المنعم. نيس عنده صعوبة في إقناع الأهلي بالعرض المالي، الأهلي مازال يقيم محمد عبد المنعم بمبلغ مالي يتراوح من 4 إلى 6 مليون دولار، يعني ده البادجت اللي الأهلي محددها لبيع المدافع الأفضل في أفريقيا مع وجود نسبة بيع مستقبلي، وده بالتأكيد لازم يتحط في أي عقد بيطلع من لعيب مصري، وأكيد الأهلي هيعمل ده. نيس حاليا بيقوم بتقييم الوضع من أول وجديد قبل ما يقدم عرضه الجديد، خاصة مع إتمام الاتفاق مع اللاعب على عقد يمتد حتى 2028. معنى كده أن نيس مخلص شغله مع اللعيب بعقد 4 سنين، وبالمناسبة محمد عبد المنعم مرحب، محمد عبد المنعم سعيد بخطوة انتقاله نيس في فرنسي إن تمت إن شاء الله، لأنه شايف أن دي محطة مهمة جدا للدوري الفرنسي، تقدر تنقله لدوري وفريق أقوى من كده. يتبقى بس الاتفاق ما بين الأهلي وما بين نيس، وأتمنى أن هم يوصلوا الاتفاق يرضي الطرفين، يرضي الاهلي باذن الله، يلاقي فيه نسبه بيع كويسه لعبد المنعم، ياخد فيه فلوس كويسه في عبد المنعم، لان صفقه انتقال عبد المنعم لاوروبا هي صفقه مهمه للاهلي، للاعب، لمنتخب مصر بكل تاكيد. واحنا بنتكلم في الاولمبياد وبنشوف لعبتنا وهي بتشترك بره،
وبنتفرج كمان على لعيبة المغرب بنقول يا رب يبقى عندنا محترفين كتير، جالنا الوقت ان احنا نطلع محترف كتير. بعد ما اخذنا المصدر المقرر من عبد المنعم رحنا للنادي الفرنسي نيس الفرنسي، ورحنا لواحد من المصادر المهمة بالتأكيد أوليفييه ديل أوجيلو المنسق العام لنيس الفرنسي حصريا لسوبر ليج، قال ان محمد عبد المنعم تم وضعه مع اكثر من مدافع شورت ليست عشان يختاروا منها مين الناس اللي هتجيلهم في الفترة بتاعت الميركاتو الصيفي. سألنا الراجل ليه بالذات عبد المنعم، قالك ان قدرات عبد المنعم الفنيه هي اللي خلت اسمه دلوقتي ضمن خياراتنا وعلى البريوريتي رقم واحد، وهو الاولويه رقم واحد بالنسبه لهم، والاستفاده الكبيره الفنيه اللي يقدر يقدمها عبد المنعم للفريق، وكمان موافقه المدير الفني للفريق فرانك هايس الراجل اللي لسه متولي المسؤوليه مؤخرا واداهم الضوء الاخضر، انا موافق على محمد عبد المنعم. وبالمناسبه الراجل ده جاي لهم من لانس الفرنسي، والراجل ده كان افضل مدرب في فرنسا في موسم 2022-2023. ده فيما يتعلق بالشق الخبري، المفاوضات شغاله لسه ما وصلوش للمبلغ اللي يرضي الاهلي تحديدا هيحطوا نسبه بيع. عبد المنعم مرحب، الناس في فرنسا متمسكه وعارفه قيمه عبد المنعم كويس جدا فنيا. ده الشق الخبري. الشق الفني لما يرتبط اسم محمد عبد المنعم انه يكون بديل لكالافيوري لعيب منتخب ايطاليا اللي طلع من بولونيا راح ارسنال ب 50 مليون، ولما يرتبط اسم محمد عبد المنعم انه يطلع من الاهلي يروح نيس الفرنسي عشان يعوض توديبو لعيب منتخب فرنسا الدولي اللي رايح يوفنتوس، يبقى لازم تعرف القيمه الفنيه الكبيره لعبد المنعم، ولازم تعرف ان الفرصه ما بتجيش في العمر كتير. الراجل ده اسمه ارتبط بتعويض كالافيوري، اسمه ارتبط بتعويض توديبو، اذا احنا قدام نجم كبير وكلنا عارفينه انه نجم كبير. ليه عبد المنعم الفرصه بالنسبه له كبيره؟ 24 سنه، لعيب دولي قوي جدا، عمل مع الاهلي كل شيء ممكن يتعمل افريقيا وكاس عالم لانديه ودوري ومسابقات، والراجل متالق بشده وعارفين عبد المنعم قوته عامله ازاي. لكن عبد المنعم هياخد ستاب لقدام ان شاء الله في حال اتمام التعاقد. توديبو لعيب منتخب فرنسا اللي جات له فرصه انه يحترف في يوفنتوس، وهو على فكره وافق ومرحب جدا بعرض اليوفي تحديدا، جاله عرض من ويست هام، جاله عرض من مانشستر يونايتد، والراجل دلوقتي في طريق ليوفنتوس. بالمناسبه هو وكمان ترام ابن ليليام ترام هما الاثنين رايحين من نيس لليوفي بنسبه كبيره. الفكره كلها ان الراجل نيس نادي مهم جدا بالنسبه للناس في اوروبا. الفكره ان توديبو وهو طالع ما راحش مانشستر يونايتد. ليه ما راحش مانشستر يونايتد؟ نادي نيس المالك بتاعه هو مالك واحد من اكبر الشركات العملاقه في البتروكيماويات على مستوى العالم، يمتلك نادي نيس الفرنسي، يمتلك نادي لوزان السويسري، يمتلك نسبه اسهم 27.7% من مانشستر يونايتد الانجليزي. فالراجل توديبو ده كان رايح مانشستر يونايتد، الا ان اليويفا قال ان القواعد بتاعته بتقول، الاتحاد الاوروبي القواعد بتاعته بتقول ما ينفعش لعيب ينتقل من نادي لنادي المالك بتاعهم واحد، عشان يعني ما ينفعش اكون انا عندي ناديين وانقل لعيبتي من هنا لهنا. فبالتالي وقفت الصفقه لمانشستر يونايتد واقتربت الصفقه من اليوفي، والراجل مرحب جدا جدا. تعالوا نشوف ليه توديبو لعيب قوي جدا بيعمل ايه، واحنا بنشوف عبد المنعم ازاي عشان نقفل ملف عبد المنعم ده. توديبو فنيا واحد من اللعيبه المهمه جدا جدا، لما نشوف ارقامه وتشوف الراجل ده بول كارير ياخد الكره ويطلع بيها لقدام، بيلعب كور طوليه متقنه جدا جدا. تعالى هنا انا حطيت لحضراتكم الارقام الدفاعيه لعبد المنعم ولتوديبو. توديبو هو اللي على الشمال، عبد المنعم اللي على اليمين. في المباراه او تقدر تقول نسبه المراوغات لتوديبو 64% بالنسبه لعبد المنعم 50%. الثنائيات اجمالي الثنائيات اللي كسبها توديبو 59%، عبد المنعم 65%. هنا عبد المنعم في الثنائيات يكسب. الثنائيات الارضيه 58% لتوديبو 62% لعبد المنعم. الثنائيات الهوائيه 61% لتوديبو 68% لعبد المنعم. فقد الاستحواذ توديبو 0.9 عبد المنعم، برضو الرقم بتاعه قريب جدا الاثنين من بعض. فانت متخيل ان توديبو ده ارقامه مشابهه لارقام محمد عبد المنعم. تعالى نروح بعد كده لباقي الارقام عشان نشوف توديبو هجوميا. بص التمريرات بقى 90% عبد المنعم، 69 95% توديبو، 60% توديبو، وبعدين الناحيه الثانيه هتلاقي عبد المنعم 93 و83. ده شكل الارقام قدام الاثنين، والاثنين بنسبه كبيره قريبين من بعض. الاتاك لمنعم، الاتاك لتوديبو، الكرياتيفيتي لمنعم، الكرياتيفيتي لتوديبو. تعال نشوف التكنيكاليتي، توديبو 51 ومنعم 45. ده توديبو الراجل اللي بيعمل اللي بيشيل الكوره دي. بص قوه توديبو في شيل الكوره. جري بقى الصور على طول عشان نعرف ان وانت بتشوف اللقطات دي هي لقطات مشابهه جدا لمحمد عبد المنعم.
محمد عبد المنعم هنا راجل تديبه بيعمل كور طوليه طول الوقت، كور طوليه متقنه، كورته على الارض متقنه، يعتبر صانع العاب لفرقته لما بيزق القدام ويلعب الكوره، هو اللي بينزل مع الراجل هنا يترقص ما بيترقص. الحقيقه لعيب مدافع صلب ولعب مباراتين مع منتخب فرنسا، قطع الكوره والراجل كمل وراح. تعال نعرض لقطات فيديو لمحمد عبد المنعم سريعا ولقطات من الدوري المصري، كلنا عارفين مهاراته واهميه محمد عبد المنعم، لان عبد المنعم في اللقطات دي اللي بيعمله تديبه هو بيعمله محمد عبد المنعم. فتخيل لما يروح وياخد هامش التطور بتاعه محمد عبد المنعم يفرق قد ايه مع النادي الاهلي. محمد عبد المنعم واحد من اللعيبه المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. يلا بينا نجري اللقطات على طول واحنا ماشيين، لان محمد عبد المنعم هنا احنا عارفين قدرته على الطلوع بالكوره، عارفين كويس قوي هو بيتحرك ازاي. بص محمد عبد المنعم هنا هو اللي بيطلع دايما الاهلي بالكوره، اول ما لعيب الاهلي حارس المرمى هيحط الكوره هيحطها لعبد المنعم اوتوماتيك. عشان كده محمد عبد المنعم يعتبر واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين على الساحه دلوقتي، واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين والبوتنشال في الكوره المصريه بالتاكيد. خطوه اتمنى ان يتم انتقالها ان شاء الله لمحمد عبد المنعم، خطوه اتمنى ان عبد المنعم باذن الله يستغلها في حال اتمام الاتفاق ما بين النادي الاهلي ونادي نيس الفرنسي. قفلنا ملف عبد المنعم، هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا من سوبر ليج. اهلا بحضراتكم من جديد. الياس اخوماش نجم منتخب المغرب الاولمبي اللي كنا بنتفرج عليه من دقائق ضد اسبانيا، المتالق على مدار البطوله، نجم فياريال وبرشلونه سابقا، واحد من مكاسب المغرب الجديد اللي بنتمنى لهم بالتاكيد كل التوفيق في ماتشهم في البرونزيه ان شاء الله، وماتش مصر باذن الله نعدي فرنسا على خير، هم ياخدوا ميداليه واحنا ناخد ميداليه. الياس اخوماش نتيجه لمشروع متكامل بتعمله الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بقياده فوزي لكجع، وهي فكره الملف بتاع مزدوجي الجنسيه او متعددي الجنسيات، قدرتهم على اقناع لعيبه بدايه من اشرف حكيمي، الحدادي، الزلزولي، واخيرا اخوماش، ومرورا بابراهيم دياز، نجوم مهمه جدا بتلعب لمنتخب المغرب حاليا. ليه؟ لان منتخب المغرب عنده تيم سكاوتنج، ايوه كده سكاوتنج، اللي موجود في الانديه موجود عند اتحاد الكره المغربي، موجود بقياده ربيع تكاسا الرجل المغربي اللي ورا كل ده، اللي عايش في مدريد من 2014، هو مسؤول التفتيش عن المواهب متعدده الجنسيات اللي موجوده في اسبانيا وفي ايطاليا والمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا. الراجل ده يا جماعه هو اللي بيدور على المواهب اللي في عمر من 13 ل 23 سنه، يبدا يشوف المواهب ويبدا يرشح اللعيبه للمنتخبات المغربيه المختلفه عشان يبدا يقنعهم بالمشروع المغربي. والمشروع المغربي هنا واضح وصريح، الناس بتشوف النتيجه، الناس بتشوف ان في منتخب هيلعب في كاس امم 25 في ارضهم، هينظم وهيشترك في تنظيم كاس العالم 2030، هو رابع العالم، هيلعب على برونزيه الاولمبياد. اهم حاجه في ربيع تكاسا كمان انه بس نزل في دايره الترشيحات عن 13 سنه، بقى بيشوف مواهب عندها 10 و11 و12 سنه، والجامعه الملكيه المغربيه بتقدم كل الدعم لكل المواهب دي باسرها، ولا حد بيقول له تقطع تذكره وتعالى، وبالعكس خالص الراجل الناس بتتشاع على كفوف الراحه عشان يقنعه بالمشروع ده عشان يقدر يجيبه. حتى اخوماش نفسه لما اتسال، وعلى فكره لعب لمنتخبات الناشئين لمنتخب اسبانيا، الراجل شكر جدا المنتخبات الاسبانيه والمدربين بتاعه، لكن هو قال ان القرار نابع من قلبي، القرار كان سهل، انا اخترت منتخب المغرب وفي الاخر انا مقتنع بخياراتي. والحقيقه فكره ان انت تقدر تقنع المواهب دي اللي موجوده في اوروبا كلها وتعمل فرقه كشافين عشان تفتش عن اللعيبه اللي تنضم للمنتخبات، عشان كده الناس لما بتتكلم عن فكره مزدوجي الجنسيه لمنتخب المغرب فبرافو عليهم. اي حد متعدد الجنسيه هم بيقدروا كويس جدا يقنعوا اللعيبه ان هم يجيبوهم ويعملوا معاهم شغل في منتهى الاحترام. الراجل اخوماش لعب 41 ماتش مع فياريال، 2281 دقيقه، 4 اهداف، صنع 5، وكل الناس اتفرج على السوشيال ميديا الاسبان والمغاربه بيتكلموا عليه ازاي، موهبه بيور، موهبه جميله. الحقيقه تحيه لشغل الناس في المغرب في الملف بتاع متعددي الجنسيه، تحيه لربيع تكاسا الراجل اللي ورا كميه المواهب اللي تيجي من المغرب، الراجل ده اللي رشح لهم ابراهيم دياز واخوماش وغيرهم وغيرهم، زي يمين يامال، رشاد فيتال مهاجم الميريا، سليم الجباري من اتلتيكو مدريد، ادم ازنو لاعب بايرن ميونخ، تحيه اخيره ليهم. تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا.
أهلا بحضراتكم من جديد. رسالة إلى من يهم الأمر، وشوفوا أسبانيا عملت إيه وتعالوا نعمل زيها. منتخب أسبانيا اللي هيلعب يوم الجمعة على نهائي الأولمبياد لسه فايز بيورو تحت 19 سنة، ولسه فايز باليورو بتاعت المنتخب الأول. المدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي سانتي دينيا بيتولى مسؤولية الجيل ده من وهم تحت 16 سنة، بقاله حوالي 8-9 سنين بيشتغل معاهم، تحت 17، تحت 19، تحت 21 لغاية الأولمبياد. نفس القصة ديلافوينتي المدير الفني للمنتخب الأول تولى مسؤولية المنتخبات القليلة أو الصغيرة في السن، فاز معاهم، لعب معاهم تحت 17، فاز معاهم بيورو تحت 19، فاز معاهم بيورو تحت 21، فضية أولمبياد 2020 أخذ معاهم اليورو. مدير فني بيشتغل في المنتخبات الوطنية بتثقفه وتعلمه وتديله الرخص التدريبية اللازمة وتحط ثقتك فيه، هيطلع لك أجيال طلعة. الناس اللي فازت باليورو مع الكبار بيلعبوا مع ديلافوينتي من هم عندهم 16-17 سنة، اللي هيلعبوا فاينل يوم الجمعة شغالين مع سانتي دينيا من هم بقالهم 8-9 سنين، بس بتعلم المدربين وتطورهم وعندك هوية وتبدأ تطلع بالمدربين لقدام. تجربة سهلة وواضحة وباينة جدا للي عايز يشتغل، للي عايز يشوف الناس بره بتعمل ايه ويعمل زيهم هنا، بس انت تعمل الفكرة كلها. واسأل نفسك سؤال، كم مدير فني اشتغل في المنتخبات الوطنية هنا في مصر بقاله 2-3 شغال في جهاز فني واحد، عشان تثقف وتطور مدربينك وتديهم خبرات زي ما اسبانيا عملت في ديلافوينتي، زي ما اسبانيا عملت مع سانتي دينيا وطلعت اجيال بتكمل اجيال ورا بعض. اسبانيا هي بطل اليورو للكبار، بطل اليورو تحت 19 سنة، هيلعبوا على الأول والتاني في أولمبياد باريس 2024. تجربة واضحة، تعالوا نعمل زيها. ده كان كل اللي عندنا في حلقة النهاردة من سوبر ليج. يا رب يا رب يا رب ربنا يوفق منتخب مصر اللي هيلعب دلوقتي حالا إن شاء الله ضد منتخب فرنسا. مصر كلها عينيها على المنتخب ما عدا فرقتين الزمالك وإمبي اللي بيلعبوا في الدوري. كل التوفيق للمنتخب الأولمبي إن شاء الله. أشوفكم في حلقة جديدة من سوبر ليج.